السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير. نرحب بكم ونحييكم في أولى حلقات برنامجكم الحاسة السادسة، والذي يهتم في تطوير الذات. إذن مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في أولى حلقات برنامجكم الحاسة السادسة. مشاهدينا الكرام، جميعنا هناك من يعاني من عقدة نفسية ويريد أن يعالج هذه العقدة النفسية، هناك من يعاني منها منذ الصغر، هناك من يعاني منها أيضا في حالة مرور الكثير من العمر ويريد التخلص منها. نريد أن نتعرف عن هذه العقد وكيفية التخلص منها عن طريق التنويم الإيحائي مع ضيفنا الذي قدم إلينا من الدمام لبرنامج الحاسة السادسة، الدكتور زهير حسن خشيم، استشاري علاقات أسرية ومعالج بالتنويم الإيحائي. دكتور زهير، أهلا وسهلا بك وحمد الله على السلامة. أهلا بك، شكرا جزيلا، الله يسلمك. دكتور زهير، لماذا تحديدا العقدة النفسية؟ العقدة النفسية حدث صار في زمان، موقف حصل لك زمان وتراكم عليه، انشحن بشحنة قوية من الخوف والذعر، أو أحيانا يكون خوف خفي من الشعور بالذنب. نعم، إذا نريد أن نعرف أيضا دكتور زهير المفهوم الصحيح لهذه العقدة. نأخذ مثال عشان نفهمها أكثر، المشاهدين يتفرج أكثر. تخيل نفسك أنت كنت في المدرسة والمدرس قال لك قوم جاوب، وما عرفت تجاوب وتلخبط في الإجابة، حدث حصل لك، بعدها كرهت نفسك، كرهت أنك بعد كده أحد يقول لك قوم جاوب. مع مر السنين تراكمت الحدث هذا وتناسيته أنت، بس أنت متخوف. إذا أحد قال لك قوم اتكلم، أو أحد سألك سؤال مباشر كده، هتلاقي نفسك ارتبكت وخفت، أو ترفض أنك توقف تتكلم أمام الناس. في مدراء كثيرة أعرفهم يقول لك أنا الآن عينت مدير، رشحتني أكون مدير، لا، بس الوظيفة هذه تلتزم أني أنا إيش أوقف أتكلم أمام الناس، رفضتها بسبب العقدة، الحدث اللي حصل له في الماضي. نعم، إذن هل هي دكتور زهير مرحلة زمنية في العمر أو أنها تمتد إلى باقي العمر؟ تمتد بالتأكيد، هي حصلت في الماضي وامتد تأثيرها مستمر معه حتى يعالجها، حتى يفهمها، حتى يعرف يفككها. نعم، إذن ما هي بداية العقدة النفسية؟ هل تكون لدى الفرد مثلا أو الطفل في 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 مرحلة مبكرة من العمر؟ بالتأكيد هي التربية الخطأ، التربية الخطأ، كيف الوالدين ربوا أطفالهم، التربية الخطأ. خلينا نأخذ المثال الثاني. لا، دكتور زهير، قبل أن أخذ مثال، لدينا مشاهدين الكرام استطلاع للرأي عن هذه العقد النفسية وكيفية علاجها عن طريق التنويم الإيحائي. العقدة النفسية يعني هي مرض يعني منها الشخص أو الإنسان من موقف جربه مثلا في حياته أو شيء انصدم فيه، ويكون هذا ملازم معه على طول. والله العقدة النفسية عبارة عن موقف صادف الإنسان إما في طفولته وترسب عبر السنين، وموقف أدى إلى يعني خوف أو صدمة، أو عبارة عن أكثر من موقف تكرر أكثر من مرة مع الشخص فيترسب عنده وتصبح عقدة، صدمة يعني نفسية في ذاته، فأصبح يعني كل بعد مرور وقت أو تعايشت معه في داخله، فهمت علي؟ فكل ما مر في موقف من المواقف اللي تذكره فيها تصبح معه تتعايش، فيتردد الشيء هذا معه، تسبب له يعني مساوئ نفسية في ذاته، فتتعايش مع العقدة النفسية بسبب موقف يعني معين باختصار حصل له في الحياة. من وجهة نظري العقدة النفسية دي بيكون سببها ترسبات من الصغر لمواقف تعرض ليها الإنسان من صغره أو في أيام في أثناء النمو، بتترك شرخ في النفس فبتتحول إلى عقدة نفسية بتظهر في التصرفات باللا إرادية. أتوقع أن العقدة النفسية هي عبارة عن موقف حدث للطفل وهو صغير، ومع الأيام كل ما يتكرر عليه المشهد، كل ما يتكرر عليه الموقف تحصل له صدمة، هذه الصدمة النفسية تكون عنده عقدة من موقف إلى آخر حتى يكبر مع هذا الموقف ويصير عقدة في حياته.
فالولد مثل ما كلمتك بيخلق بالفطرة، والعقدة النفسية بتجي حسب هو كيف عاش بطفولته. ممكن العقد النفسية تجي من قسوة الولد الأب على الابن، قسوة الأم على الابن، أو قسوة الأصدقاء، أو الشعور بالوحدة. الشعور بالوحدة هو أهم أسباب العقد النفسية. العقدة النفسية هي تتعايش مع الشخص أو الإنسان أو يحصل له ظرف في الحياة فتتعايش معه لين يكبر، وفيحس فيها من صغره، أو أنه يجي له ظرف وهو كبير ويصير له عقدة نفسية، أو من أبوه أو من المجتمع أو من أي شيء في الحياة. نعم، العقدة النفسية هي يعني ممكن أي شيء لازم الشخص يعني من الصغر مثلا أنه يلازمه مثلا في أي شيء، أي أسلوب خطأ مثلا ممكن يكون عقدة نفسية. مثلا يعني ممكن نكون احنا كلنا كمجتمع مثلا في عندنا عقدة نفسية مثلا من بعض العادات والتقاليد بعض الأحيان، يعني متعقدين من شيء تشلون أن هذا عيب وهذا صح وهذا خطأ وهذا ما يجوز. يكبر الإنسان وينشأ على العقدة النفسية وهو يعني ما يدري وش الصح من الغلط مثلا، بس إنما هي ترجع مثلا حتى للعادات والتقاليد. يعني أنا باعتقادي هذه العقدة النفسية، يعني هي العقدة النفسية تبدأ من الصغر. العقدة النفسية تمشي مع الإنسان وهو صغير حتى يكبر، من ظرف، من عمل، من خوف يتعقد من شيء. في ناس تتعقد من طيارة، يتعقد من الظلمة. هذه العقدة النفسية تكون مع الإنسان. دكتور زهير، هل الجميع يعاني من العقدة النفسية؟ بالتأكيد كل مين فينا وفي عقدة نفسية، بس الشاطر اللي يعرفها ويعرف أنه عنده عقدة نفسية بتبان من تصرفاتك. أنا أعطيك المثال اللي قلت لك عليه، أنه في واحد صاحبنا رجل كبير، لا صار له حارس هو على الكوبري، الآن كل ما يطلع الكوبري تلاقيه يرجف. المثير عنده إيش؟ الكوبري. كل ما طلع الكوبري بدأ يرجف، صار يتفادى الشوارع اللي فيها كباري عشان يقول لك أنا بطلع الكوبري برتجف. الكوبري عقده، لا بسبب الحدث الموقف اللي حصل له. نعم، من خلال هذا التقرير دكتور زهير، كيف شاهدت آراء الناس وانطباعاتهم عن العقد النفسي؟ جيدة، مفهومهم جيد، ثقافتهم جيدة ما شاء الله. بس بيقول لك انه هو ركز انه في الصغر، لا حتى في الكبر تصير. ممكن الواحد يتعقد في كبره كمان. نعم، في الصغر وفي الكبر. هو حدث موقف معين حصل لي في صغري بديت اخاف منه، كل ما افتكر كل ما انحط في هذاك الموقف بارتجف. هل هي خطيرة دكتور زهير لهذه الحد؟ والله هي ما تقدر تقول عليها خطيرة، يعتمد على حسب نوعيتها. يعني شايف اذا كان تعمل لي اعاقه، يعني الراجل هذا بيتفادى اللي قلت لك عليه، بيتفادى يطلع الكباري. طب لو ما حصل طريق غير الكوبري هذا ايش حيصير فيه؟ حيرتبك. نعم، هو بيتفادى. جميل. بالتاكيد دكتور زهير ان هناك مسببات لتعرض الشخص لعقده نفسيه. نعم، في مسببات زي ما سمعنا كده، بيقول لك ان التربيه، قساوه الوالدين احيانا، والدلع كمان. الدلع يسبب كيف عقده. تيجي انت مثلا لما بتدلل ابنك بتبعوده على سلوكيات معينه. نعم، لازم يحتاج، صار عنده 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 ايمان او تعود انه اللي يطلبه يلاقيه، كل ما طلب حاجه لقاها، كل ما حاجه طلبها. لما تمنع عنها انت هنا احس بانه ايش، انا مرفوض، بدا يتعقد. نعم، هذا اللي بنخاف عليه، تربيتنا لاطفالنا. في عندك اطفال ثانيين كمان بيجيهم عقد من الشعور بالنقص. لما بنجني احيانا على اطفالنا تلاقي الولد يقول لك ابغى اعلم ولدي بطريقه كويسه، فبيشيله من المدرسه الحكومه يوديه مدرسه الخاصه. المدرسه الخاصه فيها اطفال مرفهين، فيها اطفال خلينا نقول ايش، عندهم الماده سهله. نعم، يلاقي صاحبهم عنده جوال، عنده خاتم، عنده حاجات هي ما هي متوفره عنده، حيحس بالنقص ولا لا بين اصحابه؟ بالتاكيد. حيروح لابوه يقول له ابغى، اصحابي عندهم، حيقول له ما اقدر، او مره يجيب له مره لا، حس بنقص. هذه عقده النقص. اذا هناك انواع دكتور زهير من العقد. انواع من العقد بالتاكيد. حس الشعور بالذنب مثلا، واحد سوى حادث وهو صغير عور اخوه، سوى له اعاهه، عنده ايش، عقده من الذنب. بعد كده يخاف، انا ألمت اخويا، انا سببت مضره لاخويا. جميل. بما ان دكتور نتكلم عن العقد وتحديدا برنامج الحلقه السادسه يهتم في جانب الاسره، دعنا نتحدث عن كيف يتم التعرف على أن هذا الابن في داخل محيط الأسرة يعاني من عقدة نفسية؟ جميل، سؤال جيد جدا. من تصرفاته. كيف؟ من تصرفاته. أحيانا مثلا يقول لك لما يقول روح جيب الشغلة الفلانية، لا أنا خاف من الظلام، أهو بيقول لك أنا خاف ظلمة،
شايف؟ انزل الشارع مثلا، روح الدكان جيب الشغله الفلانيه اشتري لنا حاجه، يقول لك لا انا خاف لحالي. بيخاف لحاله، شايف؟ اذا قلت له قوم اوقف قول نشيد، لا او تحدث امام الناس، تلاقيه استحى وارتبك وقاعد ما افكاره ما هي سلسه او ما يقدر يتكلم، شايف؟ وانت جالس معاه على السفره بتتغدوا، شايف؟ بتقول له ايش درست اليوم؟ لا، حتلاقي ما عنده القدره انه يتكلم او انه يعبر عن نفسه. في حاجه غلط في الموضوع، احنا لازم ننتبه لها، شايف؟ دائما بيشتكي، او انك تلاحظ انه الطفل هذا قاعد ساكت لحاله، شايف؟ دائما معزول. ليش هذا معزول؟ شايف؟ كمان احنا بنجني على اولادنا لما تلاقي الطالع الوالد يقول لولده اخوك احسن منك. عمل مقارنه هنا بين الاثنين، انت شايف انه في خلل، نصلح الخلل هذا، بس نقارنه باصحابه، اخوك احسن منك، اخوك اشطر منك، ليه ما تصير زي اخوك؟ لا، سبب له عقده، خلاه يغير من اخوه، ممكن يسبب له كمان يكره اخوه بالطريقه هذه. يعني المفارقات في العائله ممكن تسبب، تكون عنصر رئيسي في العقده النفسيه، تسبب عقده نفسيه وتسبب غيره وتسبب كراهيه بين الاخوان. نعم، هناك عقده دكتور ممكن مهمه في الزمن هذا، عقده لدى الفتيات من الزواج في بعض الاحيان. نعم، بالتأكيد في كذا، عندها كذا عقدة أو كذا مخاوف. هي سمعت، شافت مثلا حياتها مع أبوها وأمها، لا شايف، كانت قاسية، أبوها كان يمكن يتطاول على أمها، كان يضربها، يقول لك لا أنا ما أبغى أجيب واحد يتحكم فيها، فكرها الزواج. سمعت من صديقاتها أنه فلانة والله تزوجت وطلقت وأنا مالي من الموضوع هذا، سمعت أنها انضربت، شايف، وانا مالي من الموضوع هذا. كمان لو دخلنا شويه كده اعمق شويه، تسمعت عن ليله الدخله، كرهت الزواج. نعم، عندك كذا عامل. نعم، جميل. هناك ايضا عقده وهي عقده نقص الذات دكتور زهير. اقصد نقص الذات، هذه مهمه، هذه خطيره. لما حس نفسي اني زي ما قلت لك، الطالب اللي عاش في مدرسه وشايف اصحابه عندهم حاجات هو ما عنده، حس انه هنا نقص في ذاته. نعم، بعد كده لما يكبر ويتوظف تلاقيه بيساوي كل حاجه اللي بنقول عليها زايده، تلاقي لبسه متزايد فيه اللي هو بنقول عليه اوفر، بيشتري سياره بالتقسيط عشان يغطي على النقص اللي عنده. تجد حالته ممكن متوسطه، حالته متوسطه كثير، يعني تلاقي ساكن مثلا في شقه بسيطه وموقف مرسيدس ب 300,000 اخذه بالتقسيط، وجوال، ويغير الجوال كل بين فتره واخرى، وساعه اخر موديل، بيتزايد على نفسه، تلاقيه مهتم في نفسه، دائما تلاقيه ايش؟ زي ما نقول ايش؟ على سنقة 10 متزبل. نعم، مشخص. جميل. هناك ايضا